ازيكم يا شباب؟ من ضمن كل اشرار باتمان دايما كنت بشوف الجوكر اجنهم، هو الاعنف الفوضوي السادي اللامنطقي. ومع ذلك كل ما بعرف اكتر عن الجوكر بحس ان برضو الشخصية دي ليها حدود معينة، حدوده هي علاقته بباتمان، علاقته التوكسيك اللي مخلياه دايما كاره باتمان بس ما يقدرش يعيش من غيره. دي حدود الجوكر. راس الغول برضو شرير قوي بس عادي، زعيم عصابة زيه زي بينجوين. ريدلر مجنون بس جبان، ولما بيتقفش مش بتاخده بجدية. سكار كرو من كتر ما هو مش قادر يخليك تخاف منه اخترع غاز يجبرك تخاف. وسط كل الاشرار دول في اتنين محدش بيتكلم عنهم خالص، اتنين من ارعب واسوأ وابشع الاشرار في جوثم، اتنين يخلوك تحب الجوكر اصلا. النهاردة هنتكلم عن تاني ابشع شرير لباتمان، والاول هسيبك تخمنه في الكومنتات. حابب اقدم لكم بروفيسور بيج. بروفيسور بيج هو عالم جراح، راجل عبقري، كان جزء من منظمة اسمها سبايرالز. قدر في يوم انه يخترع دواء قادر على علاج الزهايمر، ورغم فخره بالاختراع ده الا انه بتحصل له مصيبة وبيتعرض لكميات كبيرة من الدواء بتاعه. ده تلاعب بكمية مخه وجننه بشكل كامل. من الجنون ده بيتولد شيطان ليه فلسفة معينة، ازاي يخلي البشر مثاليين. جسم البشر مش مثالي، مليان عيوب، لازم اسلخهم، اشرحهم، اقطع اطرافهم واحولهم لمثاليين. مرة خطف راجل وقطع ايده وركب مكانها رجله، وفضل يرقص قدامه وهو بيشوفه بيصرخ. بروفيسور بيج من كل التجارب اللي بيعملها على البشر في تجربة معينة بيحبها، عملية جراحية اسمها الجراحة الفصية. مش عارض لك صور لبشاعة المنظر، ولكن هي باختصار عبارة انه بيدق مسمار بيدخله من رمش عينيك لجزء معين من مخك، بيفضل يدق في المسمار ده والضحية صحية عشان يستمتع بصراخه. وبعد ما بينتزع الجزء ده من المخ، الضحية بتتحول لزومبي، كائن يقدر يسيطر عليه ويتبع اوامره. بعدها بيبدا يشوه جسمه زي انه بيدبس وشه، يقطع اجزاء من جلده ويركبها على وشه، يلعب فيه عشان يحوله لشكل اقرب من الخنزير، وبيطلقوا على البشر يخطفهم عشان يعمل عليهم تجارب اكتر. احيانا بيبقى قلبه حنين وبيدي للبشر مخدر عشان يفاجئهم لما يصحوا باللي عملوا فيهم، واحيانا تانية بيقطع فيهم وهم في وعيهم لان صراخهم يعتبر بالنسبه له موسيقى بتهديه. تعال احكي لك القصه دي تعرفك شويه مين هو بروفيسور بيج. في يوم من الايام مجرم حقير قدر يهرب من باتمان، روح البيت بسرعه، لم شنطته وشنطه بنته وصرخ لها انهم لازم يسيبوا جوثم في اسرع وقت ممكن. بنته ما كانتش موافقه بس سمعت كلامه، وهو بيفتح الباب بيتفاجئ قدامه باتباع بروفيسور بيج، مجموعه من الزومبي. بروفيسور بيج مركب عليهم قناع ملتحم بوشهم. الاب بسرعه بيصرخ لبنته تهرب من المكان، ولكن خلاص فات الاوان على ده. اتباع بيج بيضربوهم لغايه ما بيفقدوا الوعي. بيصحى الاب من غيبوبته، بيلاقي نفسه مربوط بترابيزه ومتكتف، وقدامه واحد مشغل اغاني وبيضحك. نيكو نيكو، مش قلتلك اياك تخني؟ المجرم مش عارف ده مين، بيهلع وبيصرخ وبيقول له انه ما يعرفوش. بروفيسور بيج بيقطعه، نيكو ازاي ما تعرفنيش؟ انا اعز اصدقائك، وحتى وانت بتخون انا قررت اسامحك. ما تقلقش، انا مستنيك تصحى عشان تشهد تحولك المبهر، اخليك مثالي، اخليك اجمل مما تظن. فجأة اتباع بيج بيشدوا اطرافه، بيمسكوا وشه بقوة. هنا بروفيسور بيج بيحط على وشه قناع، بس مش اي قناع، قناع مدمج بمادة صمغية شديدة الالتصاق، لما بتمسك في الجلد مش بتسيبه، وبيطلع منها غاز شبيه بغاز سكير كرو بيحول الضحية لزومبي. اول ما القناع بيتحط على وشه المجرم بيفقد الوعي، بيصدر اصوات غريبة بروفيسور بيج بيسمعها في حالة من النشوة، وبيعمل صوت الخنازير. ما تقلقش يا نيكو، الالم جزء من المثالية، انت كنت راجل سيء بس خلاص ده انتهى، انا هخليك مثالي. بيواجه انظاره على بنته اللي بتصرخ وبتنادي على ابوها في رعب، وبيكمل، انا مش بس هخليك مثالي، انا هخليك تساعدني اخلي بنتك زيك، انا هخليها مثالية، هلم شملكم، هتبقوا عرايس حلوين، هخليكم كيوت، ما تقلقوش انا هصلح كل حاجة. بيمر فترة من الوقت، باتمان ساعتها كان بيكسر عظم المجرمين عادي جدا، وروبن اللي هو ديميان وين ابنه كان بيلف في ارجاء المدينة. فجأة بيسمع صوت هامس في احدى الاماكن المظلمة، بيخش سيرك مهجور. جوه السيرك بيلاحظ قفص في بنت المجرم اللي اسمها ساشا، قاعدة مع الكلاب وبتصرخ ساعدني ساعدني. روبن بيتحرك عليها بسرعة، بس البنت بتتوقف لثواني وبتردد
بص وراك. روبن بيبص وراه بيتفاجأ بعشرات من اتباع بيج. العرايس بيحوطوه من كل اتجاه، بيحاول يقاوم ولكنه مش بيقدر يتغلب عليهم. كلهم بينطوا عليه وهم بيصدروا اصوات الخنازير وبيفقدوه الوعي. وبروفيسور بيج بيقول لهم خدوه جوه، انا بحب الاطفال قوي. بيستيقظ روبن من غيبوبته، بيلاقي نفسه متكتف في كرسي. اول حاجه بتشوفها عينيه هي بروفيسور بيج بيقترب من ساشا على طاولة العمليات وفي ايده منشار كهربائي. البنت بتبص لروبن في يأس وبتردد انقذني. هنا بروفيسور بيج بيوجه انظاره لروبن اللي بيقول بغضب مين فيكو حطم وشه الاول عشان اخرج من هنا. بروفيسور بيج بيضحك وبيرد هوه انت صحيت؟ صحيت يا بني، هبدأ بيك الاول، جلدك الناعم ده مش هقدر اقاومه. بيبدأ هنا بروفيسور بيج يرقص في حماسة، بيرقص وبيغضب، مشاعره بتنتقل من الحزن للفرح للحزن للحماس، وهو بيردد انا بحاول 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 اخليهم احسن، محدش بيشكرني، محدش مقدر تعبي، مفيش حاجة كفاية بالنسبة لهم. بنبص على آلة تعذيب خشبية جنبه مليانة سلوك شائكة وقناع فويها، وفي ايده المنشار وبيكمل احساس انك بتتولد بالمشقلب، المعاناة اصبحت متعة، انا 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 متغاظ. بيغير الاغاني من موسيقى هادية لموسيقى داسكو وبيبدأ يرقص امام روبن بشكل غريب، بيحرك طيبة قلبه قدامه زي البنات بالظبط، ويبدأ يقول كلام غير مفهوم ومقزز. بيبدأ يحط سيناريو ويقول تخيل كده معايا ان روبن بنت في مالها شافت راجل وسيم لابس قناع خنازير اللي هو بيوصف نفسه، يا ترى البنت دي هتحبه ولا لا؟ بيقرب من روبن وبيرقص بشكل جنسي وبيقطع قميصه وبيكشف صدره وهو بيكمل ايه مش عاجبك؟ عشان تخين يعني؟ عشان مش بروح الجيم؟ عشان مش راضي اخد الدواء وبشرب خمرة كتير؟ انا فنان، ازاي اخد ادوية مضادة للذهان؟ الادوية دي بتهمدني، انا بكره الاغاني دي. بيقرب قناعه من روبن وبيبدأ يستنشقه زي الخنازير ويعمل أصواتهم. فجأة بيسقط على الأرض مرة واحدة، بيتبول على نفسه وبيرجع اللي في بطنه وهو بيبص لروبن وبيكمل أنا عايز أكون على طبيعتي معاك، عايز أكون مريض قدام الناس كلها. روبن بيبص له بقرف، بيتحمل انهيار بروفيسور بيج، بيقدر أخيرا يحرر نفسه من أصفاده. بيهجم على جماعته واحد ورا التاني، بيضربهم كلهم، بيحرر ساشا من أصفادها وبيوعدها إنه هينقذها. بيوجه أنظاره لبروفيسور بيج اللي في حالة من النشوة. ساشا بتحاول تشيل القناع من على وشها بس ما بتقدرش، بتصرخ باسم أبوها ولكن ما بتلاقوش. بتجري على مستر بيج وفي إيديها شعلة بترميها عليه، النار بتبدأ تاكل في هدومه. مستر بيج بيصرخ اركض أيها الخنزير اركض اركض. روبن بيجري وراه، أتباع بيج بيحصروا ساشا اللي بتصرخ لروبن يساعدها ولكنه مش بيسمعها وبيتحرك خلف البروفيسور بيج. في الوقت ده بروفيسور بيج بيخرج وفي ايده عصايه خشبيه مشتعله، بيجري على روبن عشان يضربه بيها وهو بيصرخ انت بتقلل مني، انا مش وسيم كفايه بالنسبه لك. وقبل ما بينزل بيها على روبن فجاه باتمان بيقتحم المكان بالموتوسيكل بتاعه، بيتيح ببيج بعيد عن روبن اللي بيصطدم بالارض وبيجري في هلع وبيقول ارجوك ما تبصش عليا وانا كده، سيبني استر نفسي الاول، انا ما كانش قصدي ما كانش قصدي، انا ما عملتش حاجه غلط. باتمان وروبن بيقضوا على بيك واتباعه، وعشان نكمل الجنان اللي بيحصل بروفيسور بيج وهو بيتقبض عليه كان بيصرخ لباتمان انه يضربه تاني لان ده بيمتعه. في السجن خلف الاسوار بنشوف بيج بيبتسم وبيقول عرايسي بيتساقطوا كالدومينوز، اللي حصل لي حصل لجوسم، تأمل شكلك جيدا في المراية وإياك تبعد نظرك عنها لأنك لو بعدت نظرك هتلاقي الخنزير مستنيك. أوينك أوينك. الدكاترة حاولوا كتير ينتزعوا الأقنعة من وشوش الضحايا بيج، ولكن مهما عملوا الأقنعة بتفضل لازقة في وشهم، وأي محاولة لانتزاعها بتنتهي بعذاب مستمر وفصل الجلد عن وجوههم. أما ساشا فدي كانت أسوأ تجارب بيج. ساشا فقدت إيمانها بالأبطال الخارقين بعد ما روبن تخلى عنها، قتلت أبوها وبعدها قتلت كل أتباع بيج، اتحولت لشريرة عديمة الرحمة، كانت مساعدة الريد هود وكانت بتنتزع وجوه ضحاياها لما حد بيعرضها. حياتها كانت مليئة بالألم والدماء، وكل يوم كانت بتبص لقناعها وتعيط بحرقة غير قادرة على نزع القناع، أو ربما قادرة بس خايفة تشوف وشها واللي عملوا فيها بيج.
في النهاية قررت تتخلى عن جوثام نهائيا وتركت المدينة بالكامل، وهي بتهرب بعربيتها فجأة بنشوف قناعها بيتساقط من وشها. ما نعرفش هي شالته ولا لا، وما نعرفش برضو عايشت بعد ما شالته ولا لا. الكاتب سبهلنا مفتوحة. بعيدا عن القصة دي، بروفيسور بيج ليه قصص تانية أبشع من دي. مرة خطف راجل وصلبه بالشقلوب، حط مسامير في ايده ورجله ومسمار اخير في وشه، كان بيخطف ضحاياه وبيحرق كف ايديهم ورجليهم، واحيانا بينتزع اسنانهم وهم في وعيهم وبيشوفوا دمائهم بتتناثر بعينيهم، وبعدها بيعمل لهم جراحة فصية وبيحولهم لعرايس. كل ده عشان لو حد فيهم اتقبض عليه ما يقدروش يتعرفوا عليه من خلال بصماته واسنانه. في كل تجاربه دي لسه شايف انه ما عملش التجربة المثالية، فكان بيبالغ في الرعب والدموية كل مرة، وده بنشوفه اكتر في لعبة باتمان. ده غير من شوية قلت لك ان كان في آلة تعذيب جنبه خشبية باسلاك شائكة، انت اكيد اتخيلت انه بيعذب بيها ضحاياه. لا يا معلم، دي آلة عملها عشان يمتع نفسه او يشبع غريزته باعتبار انه مازوخي. كان بيقلع ملط وبيخلي اتباعه يعلقوه على الآلة بالشقلوب ويلفوا حواليه الاسلاك الشائكة اللي بتقطع جسمه، وكل ما تسيل الدماء ويتألم يصدر اصوات الخنازير في نشوة. دي يا معلم قصة بروفيسور بيج. خلي بالك لسه ليه قصص تانية كتير. تخيل معايا ان ده تاني ارعب شرير في جوثام، وانا غلطان اني حطيت الجوكر معاه في مقارنة. الجوكر مجنون اكتر وعمل حاجات ابشع، ويعتبر الشرير الاسوأ لباتمان. بس لو شلنا الجوكر من الحسبة خالص، تفتكر مين اسوأ شرير بعده؟ ارعب شرير في جوثام، ارعب حتى من مستر بيج، لانه يعتبر التالت من وجهة نظري في وجود الجوكر، والتاني من غيره. قولي في الكومنتات وقولي رأيك برضو في القصة، وكالعادة متنساش تعمل لايك، اعمل سبسكرايب، اعملي فولو سريع على الانستا، وبيس.